السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي إخواتي في فيديو جديد اللي غنديرو فيه مراجعة ديال الكاميرا 70D. إن شاء الله بحول الله من بعد ما درنا فتح العلبة ديال الكاميرا 70D إن شاء الله بحول الله اليوم غادي نعطيو بعض الخصائص ديال الكاميرا ومنين الحوايج اللي تتكون منها والحاجة الزوينة اللي فيها والحاجة الخايبة اللي فيها. مهم إلا كنتم مستعدين إن شاء الله بحول الله نبقاو في هذا الفيديو هذا. كما تشوفوا هذه هي العلبه ديال الكاميرا كانون 70D. مازال ما خرجتهاش دابا من بعد ان شاء الله بحول الله دابا غنديروا نحاولوا نخرجوا الكاميرا من العلبه وان شاء الله بحول الله نتعرفوا على لوبجيكتيف ولا داك لوبجيكتيف اللي تتجي معاه هذه الكاميرا هذه ونتعرفوا على الكاميرا بنفسها ان شاء الله بحول الله. اول حاجه اللي غادي نتعرفوا عليها اخواني الكرام هي لوبجيكتيف اللي جمع الكاميرا ديالي اللي هي 70D. لوبجيكتيف تيصلح للزوم كما تشوفوا العلامه ديالو هي 18-135 ملم تيصلح للزوم وفيه كاليتي جميله جدا. كما تشوفوا هو تيبان شويه كبير وفيه بعض الخصائص اللي فيها الاوتو فوكس اللي هي التركيز الاوتوماتيكي وفيه هذه الغلاقه ولا القفاله كما تنقولوا حنايا باش تحافظ على لوبجيكتيف باش ما يتخبش. هنايا كنحطوا الكاميرا والوبجيكتيف ديالنا بجوج في دقه واحده كما تشوفوا الوبجيكتيف اللي 18.35 والكاميرا مازال ما شعلتهاش حد الان حد هذه الساعه هذه كما تشوفوا مازال مسدوده. هنا مازال كنركز على لوبجيكتيف 18.35 الناس اللي بغاو يديروا شي حاجه ديال الزوم. وهنا الكاميرا جانبا كما تشوفوا كاينه في هذيك البلاصه فين تدير الكارت ميموار ولا الميموري كارد. في الواجهه ديال الكاميرا تتبان العلامه ديال كانون والعلامه ديال اي او اس. وهنايا من بعد تنحلوا هذيك السكرين كما تشوفوا هي تاتش سكرين تقدر تلمسها بيديك وبعد الخصائص بعد ازرار ديال الكاميرا كما هنايا تشوفوها من الفوق فيها بعض الخصائص الفوقانيين بعض المودز ديال الصور وبعض لي زوبسيون اخرين. هنا كنقلب السكرين جانبا يمكن لكم تحركوا السكرين فوق ما بغيتوا ديك السكرين تقدروا تبدلوها في الاتجاه اللي بغيتوا باش تشوفوا راسكم الا كنتو تديروا فلوغات. وهنايا حلينا هاد القفاله هذه هنا فين تدير ميموري كارد ولا هي البطاقه الذاكره تقدر تدير فيها اي ميموري كارد بغيتي حتى 256 جيجا بايت ماشي مشكل. هنايا كاين الازرار ديال ستارت الفيديو ولا بغيتي تصور. هنايا كاين الزوم هنايا تنرجعوا فين تدير الكاميرا. هنا كاين فين تدير الميكروفون كاين الميكروفون الفوق كاين هنايا HDMI فين تدير الكيبورد باش تكونيكتيها مع البي سي كما تشوفوا هنايا تيبان لكم كلشي مزيان. كاين المايك تمايا داك الفوقانيه هي فين تنديروا المايك. وهنا ترجعوا دائما الواجهه ديال الكاميرا تجيب هذه القفاله هذه باش تحافظ على هذيك تحافظ عليها من الداخل باش ما تجرحش شي حاجه تما وتخسرها. هنايا جانبا كنشوفوا كاين مانيو باتن كاين انفورميشن كاين الاف والاون كيما تتشعلها وكيما تشوفوا هنايا فين تدير الميكروفون هنايا فين تتحيد كاين هذيك الزر اللي تحت اي او اس 70D تما تكليكي عليه باش تحيد لوبجيكتيف. وكما تشوفوا لوبجيكتيف هنايا تنشعل الكاميرا كما تشوفوا راه تقدر دير التركيز الاوتوماتيكي بصبعك تكليكي على السكرين وتختار المنطقه اللي بغيتي دير فيها الفوكس. هنا من الخلفيه كما تشوفوا قلبت السكرين لجهتي باش الا بغيت ندير فلوغات نقدر نشوف راسي واش انا كنتسجل ولا لا. من بعد الكاميرا اللي كانت عندي كنت غير تنسجل راسي وبعد المرات تلقى راسي راه ما مسجل والو. هنا نشوفوها جانبا عاوتاني كما تشوفوا السكرين جانبا العلامه ديال الكانون والفلاش الفوق اوتوماتيك من تبغي تصور شي تصويره الفلاش تيطلع بوحدو انت تركب الفلاش المود ديال الفلاش. هنايا جانبا عاوتاني كما تشوفوا الفلاش راه باقي طالع كان وهنايا كبرت لوبجيكتيف هذا هو الحد الادنى ديال الحد الاقصى عفوا ديال الزوم تقدر تزومي شي اوبجي شي شيء بعيد عليك ب 40 متر وتقربوا حتى لحداك المهم تشوفوا قريب بزاف.
هنا يا أخوتي درت واحد تيست كان بالليل ودرت هاد التيست هذا باش تشوفوا الكاليتي ديال الكاميرا. هنا كندير زوم لهاد الببغاء هذا كما تتشوفوا تندير زوم ومازال هذاك التركيز الاوتوماتيكي مازال خدام. كما تتشوفوا راه الكاميرا تتركز على الهدف. هاد الفرق حماق تسطا. هنا عاوتاني غندير الزوم. انا راه بعيد على هاد الكلاب حاشاكم اخوتي ومازال غندير الزوم. وكما تتشوفوا مازال التركيز الاوتوماتيكي مازال كيركز على الوجه ديال الكلب. وهنايا انتم تتشوفوا كما تتشوفوا كاليتي زوينة احسن من الرياضي احسن من القناة المغربية ولا الرياضية. خذي اللي قد على هذه الكاميرا تنصح بها والناس راه نصحوا بها قبل ماشي غير انا اللي غنقولها. راه كيسي نايستيت براسو تنصح بهذه الكاميرا هذه. هنا نحاولوا عاوتاني نركزوا على هذا سميتو باش تشوفوا الكاليتي ديال سميتو. انا كندير زوم ومازال كما تشوفوا التركيز الاوتوماتيكي كيركز على العصفور. هذه ميلودي هي هذه راه عندي دابا شي 6 شهور وهي عندي فيها. تشوفوا بالله داك الاهتزاز قليل فيها بزاف على عكس التليفون اللي كنت نصور به ولا عكس الكاميرا اللي كانت فيه اللي عندي كانون تي 2 اي فيها الاهتزاز بزاف. هذه كتحاول ما ديرش الاهتزاز بزاف. هنا عاوتاني نركز على هذا العصفور الازرق ريو. هنا كتحاول تشوفوا بالله التركيز الاوتوماتيكي تياخذ واحد شويه ديال الوقت ماشي بزاف عكس الكاميرات الاخرين بحال الجي 7 اكس تاخذ واحد المده طويله باش دير هذاك التركيز الاوتوماتيكي. هنا غنديروا الزوم وغادي تشوفوا التركيز كيفاش انت تيبان دابا واضح. انا بعيد دابا على هو التركيز مزيان. دابا انا بعيد دابا على العصفور دابا بشي وقيله بشي 5 متر. المهم هذا اخوتي بغيت غير ندير لكم هذا الريفيو هذا باش تشوفوا الخصائص ديال الكاميرا كانون باش الناس اللي باغيين الناس اللي باستطاعتهم بغاو يشريوا هذه الكاميرا هذه يعرفوا بعدا شويه الخصائص اللي فيها ويعرفوا شنو فيها وباش حتى الا بغاو يشريوها يعرفوا شنو كاين فيها بعدا. المهم الناس اللي كانوا تيسولوني تيقولوا لي ناصر واش الكاميرا جاتك من السيت اللي خدام فيه ولا شريتيها؟ هاد الكاميرا اخوتي راه ما غيصيفطهاش لك حتى شي واحد. راه دايره 1000 دولار ما غيصيفطش لك شي واحد كاميرا ب 1000 دولار باش دير له مراجعه عليها. هذه اخوتي راني خدمت عليها مده طويله منين كانت عندي الدرسه ديال العقل وانا خدام باش ناخذها. خوتي خواتاتي نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه مراجعه ديال الكاميرا 70 دي. نتمنى تكونوا استفدتوا منها بزاف بزاف ونتمنى الناس اللي باغيو يشريو بحال هذه الكاميرا هذه الناس اللي باستطاعتهم يشريو هذه الكاميرا. المهم دابا غيكونوا عارفين عليها معلومات قبل ما يشريوها. وهذا الشيء نتمنى لكم الخير نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بحول الله. الا كانت مازال عندكم شي بعض التفسيرات خليوها ليا في لي كومونتير باش نجاوب عليها بحول الله ان شاء الله بحول الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف وان شاء الله بحول الله نبقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس ليكم.